Mr. Kamil Ahmed operated yesterday and now today he is without oxygen and he is walking on his own. He is totally ambulatory today. He is very much perfect. كامل عبد الله احمد جيت من العراق لغرض عمليه جراحيه في الصدر وزرع شرايين في مستشفى سناء الدولي الدكتور سماء سيامته ونشكر الدكتور وكافه الممرضين والمساعدين وتمت عمليه بنجاح.